يعني مرحبا بكم في الحلقة 45 من ركني السيارة البيضاء الصغيرة. يا إلهي إلى الخلف مباشرة. هذا المسار أصعب من أي مسار اجتزناه معا. سوف نذهب إلى الأمام. هنا يجب التركيز. إلى الخلف بهذه الطريقة يجب التركيز. إلى الخلف، هل سوف نلمس؟ أي أكيد لا نلمس. إلى الأمام، هكذا إلى الأمام. ثم إلى الخلف. إلى الأمام ثم إلى الخلف. ثم إلى الأمام. إلى الخلف مجددا. فرامل قوية جدا. الفرامل لمسنا المسار. نعيد مشددا. إلى الخلف مباشرة. هذا المسار صعب جدا، كلما اجتزنا المراحل أصبحت أصعب كثيرا. الفرامل إلى الخلف ثم إلى الأمام. هنا إلى الخلف إلى الأمام. لمسنا الحاجز. أوه يا قلبي. هنا إلى الخلف. ثم هنا إلى الأمام. على الخلف مجددا. الفرامل
إلى الأمام. أوه، هذه اللعبة تفقدني الصواب. هكذا هنا إلى الأمام، توقف. ثم إلى الخلف، إلى الخلف ببطء. الفرامل، إلى الأمام، إلى الخلف قليلا، ثم إلى الأمام، إلى الخلف، إلى الأمام، توقف، ثم إلى الأمام. أي الفرامل، إلى الخلف، إلى الأمام، ثم إلى الخلف، توقف هنا. توقف قليلا، ثم إلى الخلف، ثم إلى الأمام، إلى الخلف مجددا، هكذا ببطء. سوف نجتاز مرحلة. نعم اجتازنا. شكرا لكم على متابعة الحلقة. لقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.